هلو هلو هلو، ازيكم؟ عاملين ايه؟ قبل اي حاجه الفيديو ده مهم جدا، فاول ما تشوفه ايا كان اللي انت بتعمله، موبايلك سايلنت، سكت اللي بيرغي جنبك ده، ورقه قلم يا ست الكل. يا سلام بقى لو تعمل كوبايه الشاي بتاعتك ولا مج النسكافيه ولا فنجان القهوه، علشان هقول لك على حاجه هتساعدك في حياتك التعليميه كامله، حتى لو انت في اولى اعدادي لحد اخر امتحان في الجامعه. اي حد بيمتحن انجلش حتى لو يعمل بليسمنت تيست في اي مكان هيحتاج اللي انا بقوله ده جدا. انت محتاج تفهم الجرامر، البعبع اللي عامل مشكله لناس كتير جدا، واستغفر الله العظيم يعني تفهمه، اوكي؟ مش تحفظه، تفهمه مش تحفظه. طبعا اللي انا بقولها دي هتنفع قوي مع الناس الاكاديميك او الناس اللي هي عايزه تجيب درجات، ولكن عشان تتكلم في الحياه العاديه مش هتبقى احسن حاجه، بس احنا محتاجين برضو نجيب درجات. بص يا سيدي، خلينا نتفق ان احنا الاول هنقسم ازمنه الجرامر لثلاث عائلات، اوكي؟ هنقسمهم لايه؟ لثلاث عائلات. عائله الحاج بسيط، ودي اللي نقدر نقول عليها سمبل بالانجلش يعني، وعائله الحاج مستمر اللي هي الكونتينيوس، وعائله الحاج بيرفكت، واللي انا ما كنتش بحبها قوي في ابتدائي بصراحه، بس يعني ما مش مشكله، اوكي؟ بعد ما فهمتها كل حاجه بقت جميله. كل عيله من دول ليها ثلاث عيال، كل عيله من دول ليها ثلاث عيال وكلهم ولاد عم، اوكي؟ ليها ثلاث عيال وكلهم ولاد عم. الثلاث عيال دول كلهم متسميين على نفس الاسم بس بيرجعوا لباباهم، بمعنى عائله السمبل فيها ثلاث عيال، العيل الاول اسمه بريزنت والثاني اسمه باست والثالث فيوتشر. يبقى احنا عندنا ثلاث عيال موجودين في ثلاث عائلات، يبقى 3 في 3 ب 9. هنتكلم في الموضوع ده بعدين، اوكي؟ سو الطائفه الاولى والعيله الاولى هي عيله السمبل، الزمن فيها مش هيخرج بره ثلاث حاجات، يعني يا بريزنت يا باست يا فيوتشر، شكرا. والكونتينيوس برضه بريزنت وباست وفيوتشر، والبرفكت بريزنت وباست وفيوتشر. يبقى الثلاث عائلات الكبار دول عندهم ثلاث اولاد، وكل ولد فيهم مش هيخرج بره الثلاثه دول. طيب تعالى ناخد السمبل الاول. انا عائله بسيطه جدا، وانا راجل بحب البساطه، حتى لو لبسي كله بسيط. التيشيرت ده بحبه قوي، اسمه لم نخلق عبث، مش عارف ليه، بس انا بحبه بصراحه يعني، فحبيت انه يطلع معايا في البيت. اوكي طيب، نرجع لمرجوعنا. العيله الاولى اللي هي الايه؟ السمبل. فانا عندي ايه بقى؟ هيبقى اسمه بريزنت سمبل، احنا بنسمي الولد وباباه على طول، اوكي؟ يعني هو بصراحه بيتقال سمبل بريزنت، بس مش موضوع على طول. اوكي، بريزنت سمبل، اوكي؟ زي احمد محمد كده. البريزنت سمبل ده ببساطه شديده جدا من اسمه من ترجمته لو انت بتفهم، اسمه المضارع البسيط. يعني انا عارف ان انا ابهرتك، اوكي؟ المضارع البسيط. فده معناه ايه؟ معناه ان احنا نحط الجمله في ابسط شكل ليها في المضارع، ابسط صيغه، وبيبقى عباره عن حاجتين اتنين. عباره عن ايه؟ حاجتين اتنين، فاعل وفعل، شكرا. اه طبعا انت محتاج تكمل الجمله يعني، بس المقصود كتركيب جرامر. فانا هتكلم عن بريزنت سمبل. ايه ابسط صيغه في حياتك تشوفها للبريزنت؟ ان هو يبقى في التصريف الاول، الانفينيتيف بتاعه. اي ايت كشري افري فرايداي، انا باكل كشري كل جمعه. اي ويك اب افري داي، انا بصحى كل يوم. ده التركيب البسيط بتاعه جدا. كل اللي انت محتاج تعرفه عن الجرامر ده او عن الزمن ده، ان هو بيتكلم على اي مضارع، بس احنا مش بنعمله دلوقتي. يعني اما بقول لك انا باكل كشري كل يوم، بس انا مش باكل كشري وانا بكلمك اوريدي، بيتكلم عن عادات بقى، بيتكلم عن روتين، بيتكلم عن حقائق سان رايز افري داي مثلا بتاع المدرسه، بيتكلم عن اي حاجه بس مش تحصل دلوقتي. هو بريزنت في المطلق. بريزنت ايه؟ في المطلق، يعني اي حاجه مش بتحصل دلوقتي بس بتحصل عموما، يعني بصوره عامه. انا بلبس تيشرت اسود كل ما اجي اصور فيديو مثلا، باكل كشري كل ثلاث، مش عارف لسه بقول كل جمعه، يعني ايا كان اي حاجه بس مش بتحصل دلوقتي. ده البريزنت سمبل بس. طيب بالذكاء كده من غير كي ووردز، يعني عشان الناس اللي بتحب الكلمات المفتاحيه والكلمات الداله، اي حاجه بتحصل بتكرار، فاي كلمه بتدل على التكرار تبقى معاها. يعني present، يعني انا مثلا بقول I wake up early every Saturday، انا بصحى بدري كل حد، يعني every Saturday دليل على التكرار، دليل مش بتحصل دلوقتي، فخلاص ده كده احنا عرفنا الزمن. عدينا present simple، تعالى فاجئك بقى الباست سمبل. ايه ابسط صيغه انت كبني ادم بياخد انجلش بقاله كام قرن كده يعرف عن الباست؟ التصريف الثاني، لان ما حدش فينا بيحفظ اصلا التصريف الثالث، اوكي؟ فابسط صيغه تتكلم بيها عن الماضي هو ان هو يكون عباره برضه عن حاجتين، فاعل وفعل في الماضي. يعني والله تدري، والله يعني نفس المعنى، فاعل وفعل في الماضي. I ate shawarma on last Friday، انا اكلت شاورما الجمعه اللي فاتت. I played football yesterday،
كل اللي انت محتاج تعرفه عن الزمن ده انك بعد اذنك اعتبره زمن حشري شوية بيحتاج يعرف الوقت. معلش احنا اسفين، لانك لو ما تعرفش وقت هتدخلنا في ليلة تانية ملناش دعوة بيها، هنتكلم عنها بعدين. اوكي يبقى اي ايت شاورما افري سوري اي ايت شاورما يسترداي دم. هفاجئك بقى، الفيوتشر سمبل، المستقبل البسيط. هتعمل ايه؟ حاجتين، هتحط الفاعل والحاجه اللي بتدل على الفيوتشر اللي هي ويل اللي كلنا عارفينها اكيد. طب مش هتحط ويل لوحدها، هتحط بعدها الفعل في الماضي. دول كده ثلاث ازمنه. بستخدمه في ايه؟ بستخدمه في المستقبل، مش محتاج انبه، ده اسهل زمن اعتقد موجود عندنا. يبقى احنا كده قلنا عندنا عيله الحاج سمبل عندهم ثلاث ولاد اللي هو البريزنت والباست والفيوتشر، كل واحد فيهم بيبقى عباره عن حاجتين في صيغته البسيطه جدا. البريزنت سمبل بيبقى الفاعل، والفعل في المصدر بتاعه ابسط صيغه ليه. الباست سمبل بيبقى الفعل، بيبقى الفاعل والفعل برضو في ابسط صيغه ليه في الماضي اللي هو التصريف الثاني. والفيوتشر سمبل بيبقى الفاعل وويل عشان تعرف ان احنا هنتكلم في المستقبل يعني، والفعل برضو في المصدر بتاعه. حته مهمه قوي كده لازم تعرفها، هو مش منطقي يجي بعد ويل اي حاجه غير المصدر. يعني هقول لك على حاجه، حتى انت بالعربي كده مثلا بتقول انا هلعبت بكره، انا هبلعب، ما بتجيش انا هبلعب بكره، ما تجيش انا هلعب، والعب ده مصدر الفعل. خلصنا عائله السمبل، عائله حديثه، عائله الكونتينيوس. عائله الايه؟ الكونتينيوس. بس قبل ما اقول لك يعني ايه عائله كونتينيوس، خلينا اعرفك ان كونتينيوس معناها انك في قلب الحدث، مش هتقدر تغمض عينيك. يعني مثلا في قلب الحدث، واضحه جدا. اوكي يعني عايز اقول لك مثلا بلعب، كلمه بلعب دي تقدر تستخدمها في الماضي وفي الحاضر وفي المستقبل اللي هم الثلاث عيال اللي عندنا اللي هم present و past و future. ازاي استخدم كلمة بلعب في الماضي؟ انا ممكن اقول كنت بلعب، ممكن اقول انا بلعب اللي هو دلوقتي، انا بكرة هكون بلعب. اوكي فبلعب دي او الدليل ان الحاجة مستمرة. يعني انت دلوقتي بتقول لي انت بتعمل ايه، فقولك انا بلعب، فده معناه انا بعمل كده دلوقتي. اوكي عندنا في العربي مثلا انت بتعمل ايه، انا باكل، انا بشرب، اللي هي البيه دي، فاهمني، اللي هو الحاجه اللي هي دلوقتي دي. طيب البيه دي بقى في الانجليش او دليل ان الحاجه شغاله دلوقتي او كانت شغاله او هتبقى شغاله هي الاي ان جي. اوكي فانا بس عايز اقول لك انا كنت بلعب، هي كنت بالانجليش يعني ايه؟ واز او وير. اوكي مش هخش في ديتيلز طبعا، واز بتيجي معايا وير بتيجي معايا. فانا عايز اقول انا كنت بلعب ثلاث حاجات. يبقى احنا السيمبل اللي فات كان اثنين، الكونتينيوس ثلاثة، الكونتينيوس ثلاثة، الكونتينيوس ثلاثة، ثلاث حاجات. ايه هما؟ انا وكنت وبلعب. واضحة جدا. اوكي طب انا اي كنت واز والفعل بلعب اللي هو بلاين، ولازم يكون في اي ان جي علشان اعرفك ان انا في قلب الحدث. اوكي هفاجئك. طب لو انا عايز اتكلم على بريزنت اقول لك انا بلعب دلوقتي، سيمبل جدا عادي، عندنا ثلاث حاجات برضو. انا هو احنا في العربي ما بنقولش اكون، بس معلش يعني خليها عليك وخليك عارف ان دي لغه ثانيه وهم بيقولوا اكون. يبقى انا الحاضر بتاع واز ايه؟ ام. اي ام بلاينج، اي ام بلاينج. وظيفه فيرب تو بي هنا ان هو يعرفك الحدث ده كان شغال في الماضي ولا شغال دلوقتي ولا كان شغال في المستقبل، فمن غيره الموضوع ملوش اي معنى، ما ينفعش، مش هفهم. اوكي ركز، من غيره مش هفهم. فهو الفيرب تو بي ده هو اللي بيعرفك هل انا باست ولا بريزنت ولا فيوتشر. اوكي يبقى احنا كده اتفقنا العيله الاولى السيمبل خلصناها، العيله الثانيه اللي هي الكونتينيوس عندهم ثلاث اولاد باست وبريزنت فيوتشر زي الثلاث اولاد الثانيين، بس دي بتتكلم عن قلب الحدث. يعني ايه قلب الحدث؟ يعني when you called me I was eating، لما انت كلمتني انا كنت خلاص قاعد على الترابيزه، كنت بدات اكل اوريدي، انا قاعد باكل. اوكي في قلب الحدث. hey I'm sorry I'm sleeping I can't talk right now، انا اسف انا نايم. طبعا انت مش تتكلم ده مجازا يعني، مش عارف اتكلم من هنا. اوكي sorry I'm eating call you later، انا باكل دلوقتي، انا دلوقتي معايا المعلقه وايه وباكل، هكلمك بعدين. طيب الحته الاخيره الفيوتشر كونتينيوس اللي هو المستقبل المستمر، ازاي ده يعني؟ والله ببساطه شديده يعني هو باين من اسمه، بقول لك يا مصطفى نعم انت بكره هتكون فين؟ الساعه كام؟ الساعه 7 مثلا. لا انا اسف هكون بذاكر. ايه؟ هكون بذاكر. لاول مره هطلب منك
تبقى جوجل ترانسليتر، ترجم كده ها اللي هي ويل، اكون اللي هي بي، بذاكر studying، يبقى I will be studying tomorrow at 7 a.m. I'll be studying tomorrow at 3 a.m. I'll be sleeping بلا 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 بلا. طيب امتى استخدم الكلام ده؟ لما تحب تقول هكون باكل، هكون بلعب، هكون بشرب. خلصنا كل اللي فات ده حمالة واللي جاي حمالة تاني. انا عارف بقى في مجموعة information كتير جدا انا ممكن اكون قلتها في الفيديو ده، بس خد الفيديو ده خليه مرجع ليك صدقة علم. يعني امسك الفيديو نزله على موبايلك، واي حد يقول لك مش فاهم جرامر قول له خد يا حبيبي خد، سهله جدا وتفهم ان شاء الله. طبعا شير وشير وحركات الكلام ده كله، يعني خلينا يعني نحس ان احنا بنعمل حاجه لبعض الناس. نرجع لمرجعنا وفكك من اللي فات، احنا كده خلصنا اثنين اللي هم السيمبل والكونتينوس. نيجي لاهم عيله اللي انا كنت بسميها وانا صغير، عيله البي بي، اما هي بي بي اللي هي البيرفكت. نرجع لحاجه مهمه قوي، نبص الاول على زمن البريزنت بيرفكت. اوكي، بيبقى مكون من ايه؟ من ثلاث حاجات، الفعل وكلمه بتدل على البريزنت وكلمه بتدل على البيرفكت او ان الحاجه خلصت. ثلاث ايه؟ حاجات. طيب ليه سموه بريزنت بيرفكت؟ بيرفكت اوكي، علشان هو بيعبر عن الماضي والحاضر القريب قوي، اللي هو مثلا ايه، انا لسه قايل لكم من شويه على البريزنت سمبل، انا لسه قايل لكم من شويه عن البريزنت سمبل، I've just told you about the present simple. طيب هو الكلام ده كان في الماضي؟ اه في الماضي، بس هل اللي هو ماضي ماضي يعني؟ لا هو ماضي لسه يعني من شويه، هو يعني يعتبر برضو ايه، حاضر، او بيعبر عن حاجه بدات في الماضي بس ما انتهتش، اي حاجه لها بدايه، اللي هو مثلا ايه، I have lived in Nasser City since 2021، سنة 2021، أنا عشت هناك من سنة 2021. I've lived in Giza since 1991. Okay، أو 1991 عشان الناس بس حاسس الناس بتحب American accent. لو قلت لك I have lived in كذا، أنا عشت في المكان الفلاني، فده معناه إن أنا من ساعة المدة اللي أنا أقولها لك دي حتى الآن، حاجة بدأت أهو وحتى الآن أنا لسه عايش. I've started my English course since 2019. اوكي، انا بدات الكورس بتاعي من بدايه 2019 او من سنه 2019، ده معناه ان انا لغايه دلوقتي ما خلصتش الكورس. فهو اسمه present perfect عشان هي حاجه بتربط الماضي بالحاضر، حاجه يا اما من زمان قوي لسه موجود، يا اما حاجه لسه خلصانه دلوقتي. اوكي، يا اما حاجه ما اقدرش اعرفها. يعني ايه حاجه ما اقدرش اعرفها؟ والله انا بتكلم على زمن في المطلق ومش حابب اقول الزمن، مش فارق معايا. فبصوا انا اقول نكته سخيفه وانتوا حاولوا ايه تضحكوا او ما تضحكوش، بس هي بتفكرني بالزمن ده، هي سخيفه والله بس مش مشكله. بقول لك كان في واحد مسطول واقف كده عمال يشاور يقول يا اسطى يا اسطى يا اسطى، فالراجل وقف وطلع وقام بيسلم عليه وقام بايش يمين وشمال، بقول له انت مش عارفني؟ قال له لا مش عارفك. قال له انت شفتني قبل كده؟ قال له مش فاكر والله يا ابني. قال له انا لسه مش هقول لك من شويه. قبل ما تقفل الفيديو، قبل ما تشتم، خلينا ناخد الهدف من النكته السخيفه دي، انا اسف. هو هنا كان بيتكلم على كان الموضوع ماضي من ماضي من زمان جدا، ولكن هو اوريدي الاكشن لسه خلصان دلوقتي. لو بتشتم فالله يسامحك، الحاجه لسه خلصان دلوقتي، هو لسه شايفه دلوقتي. فلو انا عايز اتكلم على الماضي في المطلق ومش عايز امنشن او مش عايز اقول الزمن الحاجه حصلت امتى، بستخدم البريزنت بيرفكت ده. طيب ازاي استخدمه؟ هو من اسمه هيحتاج حاجه تدل على البريزنت ويحتاج حاجه تدل ان الحاجه حصلت في الماضي، وعشان كده بيبقى عندي هاف والبي بي. هاف هنا تعرفنا ان انا هتكلم على البريزنت، والبي بي تعرفنا ان انا هتكلم على الماضي. فهقول I have just finished my homework. I have just told you about the present simple. I have just killed her. انا لسه قتلها. حلو قوي الاضاءه دي مع I've just killed her. اوكي، عشان كده البريزنت بيرفكت هتلاقي هاف اللي هي حاجه في البريزنت اهي، يعني ما هاف ده فعل في المصدر. اوكي، والبي بي اللي هو الفعل في التصريف الثالث. تعالى بقى نبص على الباست بيرفكت. انا عارفك ذكي وانا واثق فيك وعارفك لماح، وهتاخد بالك ان انا موت الباست بيرفكت هجيب الماضي بتاع هاف اللي هو ايه؟ هاد. ما هو بريزنت بيرفكت يبقى هاف والتصريف الثاني، طيب باست بيرفكت الماضي بتاع هاف ايه؟ هاد. يبقى اجيب كلمه تدل على الماضي
وبعدها الكلمة تدل على ماضي تاني. ايه ده؟ انا احترت. لا ما تحترش. واسمه past perfect صح؟ يعني في اتنين ماضي صح؟ اللي هي had واللي هو الايه؟ التصريف التالت صح كده؟ طيب ايه اللي جه الاول؟ had. وايه اللي جه التاني؟ التصريف التالت. والله عبقري يا جماعه، انا بجيب حاجات. اوكي طيب وظيفته ايه بقى؟ احنا كده عندنا حاجتين في الماضي، وظيفته ترتيب حدثين في الماضي. تاني وظيفته ايه؟ ترتيب حدثين في الماضي. يعني انا لو عايز اقول انا عملت حاجه وبعد كده عملت حاجه تاني بستخدم الزمن ده. اديك مثال يفهمك. هقول مثلا انا خسيت كتير بعد ما رحت الجيم. اوكي I lost weight after I had joined to the gym. I lost weight after I had joined to the gym. اوكي يبقى انا بقول انا خسيت بعد ما اشتركت او انضميت للجيم. وهنا معلومه جانبيه، انت الاشتراك لوحده مش كفايه، انت المفروض تشترك وتروح للتيم، واللي هفاجئك بيه انك تروح وتتدرب، مش انك بس تروح تعمل ساونا وجاكوزي زي واحد عارف. وصلت؟ يبقى انا هنا بتكلم على حاجه او حاجتين اكشولي بيحصلوا في الماضي، وبرتب اللي بيجي بعد هاد هو الحدث الاول. في بقى الفيوتشر بيرفكت. بصوا ده معقد وما اعتقدش ان انت هتحتاجه دلوقتي، نكتفي بدول دلوقتي. ولو حابين بقى نبدا بالفيوتشر بيرفكت وعيله بقى البريزنت بيرفكت كونتينيوس او عيله البيرفكت كونتينيوس وهي العيله الرابعه، قولوا لي في الكومنتس. لو عندكم اي اسئله، لو اي حاجه مش فاهمينها، اكون سعيد جدا ان انا اعمل لكم فيديو تاني عليها. كان معاكم مصطفى عبد الصبور دكتور انجلش. until next time be happy، والسلام عليكم ورحمه الله.